كيف مثل لبوسة يا سوسة تمني والعسل فالوزير اخي قولي كيف تنبع سمايلي غمزة دو بوان بي ولا دو بوان او نو بوان فيرغول بارونتيس استنى ساعة ليش كنت حب تبعث غمزة ما تقولي شكون كتب فيسبوك متاعي ليه ماني خدك سكرت الفيسبوك متاعك كونيكتي على مسين باهي باهي سيل تو بلي الباليت ميرسي يا اخي وين ماشية هابطة مبنتر في الجنينة في زيتان ازورلك بس مبنتر في الجنينة منزموش نعملو حاجة زوز مع بعضنا جوستومون نحب نعمل حاجة ونعملها وحدي زيد الصحبة الصحبة وين هي ما فماش برمشي بر اقعد وحدك صفاز يا زيد ستي بس بسيتلو بس بوسة بالسمن والسكر والعب ونمسي أثمر سكر وعسل ما عادش مكونكتي خسارة ميشيلس تونا بعثلو مسازات تعارف سالو كوكو يتوا هكا سي اسماعيل قعدت ليه في الفيسبوك ومشيت وما قلتليش فاش حاجتك بيا صباح الخير بابا صباح الخير سامحني سهيت سهيت عشان اللي شفته وهيته في الفيسبوك حبيت اقول لك اللي انا موافق عارفي تحكي بالرسمي عارفي وهي وافقتها شو موافقه شو موافقه تيذاها موافقه على كل حال انا توا عندي رونديفو في النادي مع فون توماس ادمين هذه صفحه بلاوي بقوي باش يعملوا لي حوار ودوب بنرجع تو نحكي معاها المهم انت حضر روحك خلينا لف لف وتمو مسألة يعيشك يا عارفي بارك الله فيك ونوعدك ما تندمش تينا من تو نادم بعد اللي طفله ضابط على طاسه مخها وحبتك اش تحب لي نعمل انا سي اسماعيل يا سي اسماعيل اسمعني هاني نقول لك اليوم مثلا مش فطور بطلت ما عادش خارج نقضي انا باش نبعثكم الكل تقضيوا اسمع اش صاير يا مصايب حياتي ما سي ذو ما خلانيش نخرج نص ساعه هو شدد الباب قال شنو يعمل لي في الطريق كل كيلو يودي خايف على حياتك نراو الحلمة متاع البيم والقناص مع بعض الزوز ماهيش في ذلك لا 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 يا ضو خليه خليه ميسالش خليه يمشي يقضي الليلة عندنا خطبة ويلزم يحضر لنا منو يليق بالمناسبة اي 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 يا بوبو نو عملنا جو عملنا جو خلينا نخلي نحفلوها اي بالك مثنيتي بالك خطبة يا نقدر يا خوي يا اخي خطبة شكون الليلة خطبتي انا يمتك خطبته هو اسمعني هاتيالو هوني بالعيني اي نعم خطبتي انا على فروزان سور سو يلزمني نتعدى الحجام يضرب لي ضربه للصلعه وبعد نمشي نشري كوستيم جديد واوف من لحيه الضغف سمعتو سمعتو شغال ولا اسمعني تو نحبك تقمر هالو بلي هاتيالو هوني بالعيني استنى استنى شغال هو خطبه شكون على شكون خطبه الاخضر خويا على فروزان يا رب يا رب العاقبة ليا استنى يا الاخضر نعمل لك ثنيه عاد شنو خطبة الأخضر مع حليمة وفروزان مع بعضهم فرد نهار وسي اسماعيل موافقة زعم السيد ولا من جماعة زوز نساء يا ربي يظل لي نمشي نقضي خير أنا يا الماكينة سكتت والجماعة فلست وتيت تيت 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 وتيت تيت تيت يا برنيس ببي سكي خويتك ويت يسكت على الناس مش هذا اللي بيبوريجا مش بيف التلفزه من الظلم والقعر وين هرسته يا اخي ولا رئيس انتم يا شباب تونس والله عرفت من اللي ريتها مع جماعه الديمقراطوريه عرفت اني على الكلاب تي ليه مهبط فيديو على الفيسبوك انت ما تعرفش الفيسبوك هذا الفيسبوك نعرف سيدي كل عام في دشر سيدي المعارف جونا جماعة مؤتمر الاستثنائي خارق العادة لرفع التحديات وحكوني سيدي على الفيسبوك على شبك الموحد على تأهيل الشامل على الغرفة الفتية باش يسدوا الفجوة الرقمية صباح الخير سي عبد الستار صباح الخير يا سمعون يا فول انت كبوك وناكلو فول الروح بالدم نفديك يا سمعون الورقة الحمراء الفوق الفوق واسماعيل في الصندوق يا ودي بالحول يا عبسي شنو هو الغناء هذي برمش بلاصك تحمل يا سي عبد الستار يا اخي عبسي السيرفور بدل تو بخو تومي واش خاصك يا سي اسماعيل هو بيدو مازال على قلبي تفضل اسماعيل تفضل تفضل يجي ها هو يعدو فيك تو تفضل
تفضل سي اسماعيل يا ودي ملحوظ يا ودي جليل تبارك الله ايوا الشعب العظيم او جاي شكون اعظم منك تفضل ايوا وشاه ايوا وشاه شفي شفي وي مرحبا بك مرحبا تبارك الله اي فوالا فوالا زوز انا شفي الله يسلمك والله واحد تبارك الله عليك يا سي اسماعيل والله تبارك الله يا سي اسماعيل تبارك الله عليك شنو هذا شنو هذا يا ولدي كل واحد قد والله واحد ابي يا ابي يا ابي يا ابي شو هذا ستورة مرحبا تفضلوا يا اخي استنى او قال لك صاحبكم عمل الفيلم في الفيسبوك ولا مشهور عنده 100,000 واحد يتبعوه ويحبوه ويحبوا يسمعوه يتكلم يا حبيبي هاني يحبوا يسمعوا اسماعيل بوريقة يتكلم عقولي يتكلم بياه يا ولادي قاعدين قاعدين ما في بالكم صاحبكم سي اسماعيل قال لك باش يعطي تصريحات سريه سريه وخطيره جدا باش يحكي على كل شيء 13 جانفي 14 جانفي الجيش القناص سرقه الذهب الاثار كل شيء كل شيء قال لك باش يسكتوه باش يحطوه رئيس يا سي اسماعيل يا سي اسماعيل اي حتى التلفزه جت يا خويا تفضل يا سي منو انت وشكون حاجه فون توماس ادين صفحه فضايح بالقوي وعندي موعد مع اسماعيل بوريقه هاي سي تفضل ها من هنا ها يا ودي الخير بدا يدز شليله شليله فون توماس ادمين صفحه بلاوي بالقوي ما تعرفش الاخضر مرحبا بك مرحبا سي اسماعيل بويقا انسيان مينيستر دو لانفيرمون تشرف عباس المعارض ناشط حقوق ما صعب شريته لي انت الخاتم يا الاخضر ايه يا حليمه يا حسره كي كان سرويل تاي 46 هكا تزرف فيه زرفين زعما روب تعرسي الولد جيني لا سيرة شبيك من شكون هاربة راني هاربة من هذيك من الفريدة اش عملت لك وش عملت لك يا حليمة اليوم عندي نشاط مع الجمعية وشدتني من صباح تخدم فيا قصت لها السكر قصت لها الدم شط لها شعرها مسدت لها ساقيها دلكت لها كامل لحمتها بزيت اللوز وتوا تقول لي حضرني الحقنة هذاك اللي مازال وانا نقول شبيها ما درتش بصيحتي نهار كامل نسخاي الالزايمر رجع لها ونسيتني لا يا لالا هي صبحت كل من قالها مخها معدل على مصيرها وكل منك يا لالا برا عاد انت تقول لي الكل منك ونوري يقول لي الكل منك شبيكم عليا اليوم نصيرة هي المجال نصيرة يسكت نصيرة حل الباب حل حل راك ما تروحش عقارها هذيك توا ما تبرد الا ما تطيح علينا الباب نصير انت هوني يا بنيتي وانا نلوج عليك شنو تن ماني مهمتك اغسل لي هذوم نحبك فركهم بيديداتك الغالين العزيز ماك تعرف جلدتي رهيفه وغسيل الماكينه يطلع لي الحزيز باهي يا لاله راني ريت بعيني لا فريده خليها تمشي للجمعية وانا تنكمل نخمل الخزينه نتاعي ونعمل لك اللي تحب عليه الكل ابدا هكني مزال هاني نبه عليك انت اليوم نحبك يدك راسك ما تهزهاش ميلا يزمك ترتاح بنتي نصيرة العزيزة الغالية الكنة الباهية هذيك ايه هي اللي باش تعمل كل شيء شبيك راهي صبحت شيرها باش تخدم العزيزات الكبار اللي كيفي هكا مش هكا نصيرة ميما هكا ماما فريدة معناه انا باش نرتاح ونصيرة باش تعمل كل شيء لا بالحق اموركم ما تعجبش اليوم يا ربي ما كنتش نتخيل فعل الخير صعيب هكا وهذه ثالثة فهمتك بحيث وحسب اعتقادنا قبل ما ندخلوا في حكاية المحاسبات والمحاكمة الثورية يجب كشف الحقائق فيما يتعلق بالمال العام اللي عام عليه الماء ويزمنا ننوروه الشعب ذا بكل شفافية تسمع بوريقة يحكي على كشف الحقائق وعلى الشفافية قال لك يحب ينور الشعب محسوب الشعب يستنى فيه باش يتنور هو وقت اللي كان في وزارة البيئة مشروع كيما الطاقة الشمسية للجميع سكر عليه في القجر من رش الشمس هذه الحقائق اللي لازم العباد تعرفها بالك شنهارتها كانت مسحبة 10 سنين مسحبة اسألوني آني عليه هذاك تعرف شنو كانوا مسمينه كونجيلاتور أي دوس يكون يمشي نورمال يكسر الدورة يدخل الفريجيدار يطلع الكونجيلاتور يجمد ويموت بالسكتة ورا
وانه لعمي. سمعني اسماعيل، ظهري بدري وفات. اي خساره، ساعة عندي كلمة حلوة سمعتك لها في الأخبار حبيت نزلقها. نزلقها يعطيك الصحة يا سي اسماعيل، قديك ملسن. العفو العفو. امبوسيبل، هاي البلانتات هذا يا جم. شبيه؟ سكت. يا ذيك من الكل. شنيا؟ لا لا بتاع هذوما. اوكي سي اسمع، عسل وسكر. عم روحك صعيب وتتزبد عليا. باهي. قابلك في البوسة هذه. سوسن! بسم الله. فزعت مفروزين. شتعمل؟ شي صد شي يا خبيثة، تكلم في الأولاد الفيسبوك متاعي؟ مش قلت سكرتو؟ هاتوني دي شي هات قلوني تي سيف ما تموت كان على التحريم. الله الله، عسل ونحل وبوش وغمزان زي صحبة صحبة والنية ما فماس. نعرفك تغزل علي، ما تحبني نعمل صاحب، تحبني نقعد كيفك نباوم وحدي يا معقدة يا مسوفزة. هنا معقدة ومسوفجة؟ اي معقدة ومسوفجة في بالك سي امان تعاير فيها في دارنا؟ اوكي هيا ميلا جبت برا واحد دقاج بطلت معاش نحبك تعدي بحذية نهاري. مانيش مروحة، قلت قلت مش على كيفك. مامي جاليوسيني لدارك وكوا، هيا وريني عرض اكتفك. هيا يا بابا ازريلي واذكور مسوفجة سدتني، اذكور ازريلي حبوني وتدلل ترندل دندل حبي تدل عليا اللي يحبني عذبت واللي يحبه يعذب فيا. اه شبيك باهت عجبوك هذوك حوايج الخطبه نتاع خوك الاخضر؟ اه اش قولك لا كلاس مش هكا، كل شيء لوكس من السوريه للكلاست. بصراحه قهرتني، تعرف اللي انا ما نحملكش بالكل، وكان يلقى نهزك يد وساق نطيشك في الشارع. ما فيك حاجه عجبتني بالرسمي. كيفاش احكي لي ترى؟ شو كيفاش؟ ما كفاتكش واحده تحب عليهم الزوز ببعضهم الصغيره والكبيره؟ وسي اسماعيل نورمال ما قرجمكش والله يبرجوا لي صحتك شب وهاو حقك. انا ما فهمتكش اش تقصد بالضبط. اما نقول لك حاجه يا نوري يا خويا وتخليها ما بيناتنا، ما تقول لحتى حد. انا عندي ديفو خايب ياسر، التردد، تحب لي برشا وقت باش نختار. هذاك علاش نخلي كل شيء تحت يدي وبعد نختار في عقلي. وبيناتنا لو كان جات فما الثالثه راني كملتها معاهم. بالله اسمع برص امك بربي كيفاش تعمل. سهل ياسر، عندي برنسيب عايش بيه، اللي ما يعطيكش فكلو. انت هذا نفس البرنسيب اللي عندي. تعرف كنت ناوي لك نيه ما هيش بالكل، ناوي نربطها لك مع ضو يعطيها لك بين العينين ونرتاح منكم الاثنين. اما بعد اللي سمعته قررت ما ندخلش في دوابك بالكل، نتفرج فيك وانت تلعب، انت تلعب وانا نتفرج ونتعلم. محليك يا نوري كتجي للثنيه هكا تعجبني. اسمعني وفهمني يا نوري عايش خويا، انا وياك زوز زوي ولا كيف كيف. شفت الدار هذه؟ لو كان يمشي اللي في مخي الا ما نردها ريستورون خمسه فراشت ومغرفه ونحطك انت باش شيف، ويولي اسماعيل ولله فريده يخدموا تحتك. برا على روحك. حبوني وتدللت وتدلدن دن 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 دن